السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه اللقطة التي يبحث عنها الجميع. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وبشكر جميع متابعين قناتي يوميات شهادة العمول وكل من يرانا بهذا الفيديو. أتمنى وضع اللايك والاشتراك وشكرا لدعمكم لنا. طبعا كانت أمس مباراة الجزائر وغينيا، حيث فازت الجزائر 1-0 على غينيا. طبعا صاحب هذا الهدف كان سليماني، وبعد الانتهاء من الهدف مباشرة قال أنا شكور. فماذا يقصد بأنا شكور؟ طبعا هذه الكلمة يقصدها للصحافة. سليماني خلطها مباشرة بعد المباراة، مباشرة بعد الهدف مباشرة وليس بعد المباراة، بعد ما سجل هذا الهدف قال أنا شكور. طبعا هذه قصدها لصحافة العار التي كانت تنتقده. هذا ما دل يدل على أنه فعلا لاعبين المنتخب الجزائري جميعهم داخلين كانوا في هذه المباراة، كانوا متشتتين، وهذا أول رد واضح. أنا أنتظر رقم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو. لا تنسوا وضع لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.